أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من البلاد. اليوم نعود فيه إلى كثير من المستجدات الاقتصادية، ربما أقربها هو الإعلان عن عرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول أحمد يحيى أمام البرلمان. يقال أن عرض البيان هذا سيعود إلى العهدة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك ما أنجزته الجزائر خلال 20 سنة، وهو البيان الذي سيلقى بالتأكيد نقاشا حادا في قبة البرلمان. وبين هذا وذاك ردود أفعال حول تصريحات وزير الصناعة الذي تحدث فيها عن إمكانية تعديل ومراجعة القاعدة المؤطرة للاستثمارات الأجنبية 51.49%. هذه النقاط وأخرى سنثيرها مع ضيفي سي عبد الرحمن مبتول، وهو خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك، وشكرا على الدعوة، إجابة الدعوة. أهلا بك. طيب سي مبتول، ربما نبدأ بالحدث الأقرب. الوزير الأول أحمد يحيى، حتى وإن كان متأخرا، سيعرض بيان السياسة العامة لحكومته، يقدم الحساب أمام البرلمان. بالتأكيد أهم النقاط سوف تكون اقتصادية. ماذا صنعنا في السنوات الأخيرة اقتصاديا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنظن لابد النظرة تكون لا إيجابية 100%، لا سلبية 100%. ما نساوش يعني الجزائر كاش كانت في 1963، احنا عشنا كبار وشفنا يعني كاش كانت الجزائر في 1963. كاش كانت الجزائر بين 2000 2001، والجزائر عرفت يعني 10 سنوات سودة، ويعني الاحصائيات تقول يعني الخسارة اكثر من 25 مليار دولار. هذه هي لابد واحد يشوف كذلك التاريخ. قريت يعني بالدقيقة يعني الاحصائيات لما شي قدم الوزير الأول البرلمان، يعني أذكر إنجازات بين خاصة بين 2014-2017-2018. اطلعت على المسودة، اطلعت على الملف، وربما في الانكس تكون يعني انجازات بين 2000-2018. نظن واحد ما ينكرش على كل حال انجازات اللي اندارت بين 2000-2018. طيب. انا واش يهمني اقتصادي، ماذا بيا كون الوزير الاول قدم يعني الكلفه تاع هذا البرنامج. يعني هذا المشروع واش شحال يسوى في السوق العالمي، شحال يعني في البداية نبرمج، وفي النهاية شحال نقام برأس المال باش يعني نقدو يعني كان فيه تبذير مثلا؟ نعم كان فيه تبذير؟ لا، إن يكو لي رياليزاسيون فيزيك، يا يعني ما يمتش يعني بالدقيقة يعني الكلفة تاع كاع هذه الانجازات. نظن ولكن واحد ما ينكرش هذه الانجازات. نظن واحد اللي يقول لك ما الجزائر من 1963 اليوم هذا، ومن 2000-2018 ما ندار حتى شيء، نظن غير صحيح. واحد هذاك كان يعني الغلطات، كان غلطات، واحد ما ينكرش الغلطات، وكاين يعني الايجابيات. نظن باش نصلحوا الغلطات نتاعنا لابد نقولوا الحقيقه. هذا هو يعني واش. طيب الان فيه عنصر مهم جدا وهو عنصر المحاسبه. انت تكلمت على الفاتوره شحال، هذا المشروع كم كان ينبغي ان يكلف وكم. الان عندنا مشكل، من يحاسب؟ تعرف انه عرض البيان هذا تاع السياسه العامه سيكون في البرلمان، الاغلبيه للافلان والارندي، حصه قراءه، سيقرا الوزير الاول هذا البيان ونصادق او نصفق وانتهى.
يعني اسمع ما تريد لكن ولا واحد سيحاسب. لا نظن هذا لابد. احنا الجزائر عاشت مرحلة سياسية. نظن المستقبل وانا نتمنى يعني الندوة الوطنية اللي طرح عليها سيد الرئيس الجمهورية، وانا هذه الندوة اقترحت عليها النهار اللي عرضوني كما شخصية وطنية تعديل تاع الدستور في 2016 كي خرجت من الرئاسة، قلت لهم لابد يكون ندوة باش يعني نشوفوا كاش نتمشاو في تروح في المستقبل. لابد يعني المعارضة تلعب دور هام. سمتون نحتاج إلى ندوة الآن؟ لا نظن أنا فوتنا مرحلة. الجزائر مش تعرف يعني صعوبات كبرى. واحد ما ينكرش يعني صعوبات في المجال الاقتصادي وفي المجال الجيوستراتيجي. ما نساوش يعني واش راه صاري في الحدود، في الحدود نتاعنا. نظن لابد نجمعوا كل الجزائريات والجزائريين، خاطر عندنا ثلاث سنين، وانا نكون يعني صريح معك. طيب الى ما صلحناش الغلطات نتاعنا رايحين في النهاية 2022 طيب. للصندوق النقد الدولي هذه بدون شك. الاحتياطات الصرف الخارجي كملت في النهاية 2018 79 طيب. مليار دولار. في الضفة الأخرى، في كثير من خبراء أو حتى من الاقتصاديين سي بن بيتور أو غيرهم ممن تولوا المناصب يقول لك 20 سنة من حكم، 20 سنة من 1000 مليار دولار وزيادة، ننتهي بهذه مش عارف الكشف للحقائق. الآن الجزائر تعيش على طبع النقود، احتياطي الصرف يتآكل، يعني ولا أحد يستطيع أن يقيم هذه 20 سنة كيف مضت اقتصاديا. هادو الناس اللي تكلمت عليهم كانوا في الحكم. بن بيتور كان وزير لفترة معينة. كان وزير قريب 10 سنوات. قريب 10 سنوات ساهم في هذه الحالة. هذه يعني ماشي إلى الوقت الحالي، هذه يعني الغلطات اللي درنا كذلك في الماضي. في الماضي هادو الناس اللي كانوا وزراء والآن يقول لك يعني حاجة ما ندرتش. كان مسؤولين. طيب ما الذي كان يمنع مثلا الرئيس بوتفليقة ووزرائه من إصلاح هذه الأمور قبل 2019 التي سندير فيها ندوة ونعود لنتحدث عن أمور اقتصادية؟ ما الذي كان يمنع مثلا في 2016 2010 2008 وهكذا؟ كانت هناك موانع؟ لا واحد أنظن كان مرحلة يعني سياسية. هذه أنظن كما قلت سابقا، وأنا ما عنديش النظرة إيجابية 100% أبدا. صحيح كان غلطات، وأنا في التصريحات نتاعي دائما يعني قلت يعني كان إيجابيات وكان سلبيات. يعني من بعد المشاريع اللي ربما يتكلفوا 100 مليون دولار تكلفوا 130-140 مليار دولار. يعني لابد المصيبة تاع الجزائر الرشوة. يعني واحد هذه ما واحد فات الاوان، واحد ما ينكرش، لكن فات الاوان. سنحاسب بهذا الرجعي. لا ما فاش الاوان، لا ما نظنش يكون عندك نظره سلبيه. كيف ستحاسب؟ فات الاوان. لا كي تحاسب واحد لابد يكون عندك الدليل. باش واحد هذا هو دولة القانون فعلا، ماشي يعني شعارات هذا خون هذا ما خونش. هذا يكون عندك دليل الا خون ولا ما خونش. يعني كي تسير احنا نعلمو في السنة الأولى تاع الاقتصاد، يعني واحد اللي يسير مؤسسة يقد يربح ولا يغلط. هذه ما هذا هو هذه قانون اقتصادي. إلى يعني غلطة تاع تسير هذه ماشي رشوة. نظن تعلم هذه الجزائر عاد في البلدان يعني انتقال. نعم إلى كان رشوة
أنا كي كنت قاضي، كنت قاضي كبير في بين 2008 و2008، كنت يعني الرجل الثاني في المجلس المحاسبة. صحيح. وكلفوني بالملف تاع لي سوغيستاري، كان البروغرام هذاك الوقت أنتي بينوري. نعم. لا هذاك. والله العظيم وما جو ني بلو دوا دو ريزيرف بيسكو جي ايتي ماجيستر هذاك الوقت. هذاك يعني زيادة تاع الكلفة. أنا اللي كنت متكلف على يعني البرنامج تاع البني وعلى يعني السلعة اللي كانت تجي في البروغرام أنتيبينوري، والله أكثر من اليوم. نعم. أكثر من اليوم، خاطر الدينار تاع هذاك الوقت ماشي السومة تاع الدينار تاع اليوم. بون سيتي أبو بخي 15 دينار أن أورو. الان الى 136 سي با باغي. طيب تقرا الان واحد اللي يقول لك اسمح لي على كل حال، يعني انا كي نقول لك كي كنت قاضي وشرفت يعني على هذاك الملفات، هذا لي سور فاكتوراسيون وهذوك الصوالح اللي رانا نهضروا عليهم اليوم، ماشي مليون، ماشي مليون. علاش الناس تقبطي هذه المرحله بين 2000 2018، وانا اللي شرفت على هذا الملف تاع البني وتاع يعني التجاره الخارجيه كي كنت الراجل الثاني في المجلس المحاسبه، كي نرجع يعني الرقم بين الدينار والدولار ربما اكثر من اليوم هذا. بون يعني الفساد منذ القدم، ماهوش فقط في هذه، ماشي من اليوم هذا، ماشي من اليوم هذا. واحد اللي يدير حسابتي هذاك هذا الوقت الحالي انظن. طيب. هذا التنظيم النظام يعني لابد يتغير. طيب. سي مبتول في الوقت الذي كنت فيه انت في تقرير مجلس المحاسبه، كان فيه تقرير، كان تكون فيه متابعات؟ الان نحن نعرضه امام البرلمان، ينشر في الصحافه ثم نطويه ويتكلم على كثير من الخروقات، نسمعوا بها نديروها في الإعلام يسمعها المواطن ثم يطوى وننساه في كل سنة. لا بو أنظن واحد يكون واقع نغيروا السياسية الاقتصادية والاجتماعية تاع البلاد. واحد يكون واقعي، أنا ما يكون صريح، خاطر احنا المستقبل تاعنا نفضلوا المصلحة العليا تاع البلاد فقط. صحيح. ماشي الشخصية. لابد يكون تغيير جذري تاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا السياسية الثقافية الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بعض البعض. صحيح. ما نقدرش نعزلوا حاجة لاخرى. ونقول له بسم الله ونفضلوا المستقبل تاع الجزائر ونجمعوا كل الجزائريين والجزائريات بدون يعني من هذه الندوه التي سنعقدها بعد الرئاسيات. انا نتمنى النجاح لهذا الندوه. نتمنى في الندوه نبدا نقولوا بسم الله. نقولوا بسم الله ان شاء الله. نقولوا بسم الله على هلا، واحد ما يكونش عنده نظره يعني في جوان 2019 نبدا نقولوا بسم الله. نقولوا بسم الله على هلا. لا نقولوا بسم الله سيتادير كون فيغ اون دوزيام ريبوبليك. اون دوزيام ريبوبليك الى زدنا في هذه الحالة. أنا قلت لك سابقا رايحين الصندوق النقد الدولي، وأنا كنت مسؤول في ذاك الوقت الصندوق النقد الدولي، يعني رحنا في 1994 والجيو استراتيجي ما كانش كيف كيف. الخطر نقول لك واش يصرى، يكون تعطير اقتصادي على البلاد اجتماعي، حنا جربناها في 1994 الصندوق النقد الدولي حتم علينا، كان يعني 15 20 دينار الدولار، رجعنا في 45 لا ديفالواسيون اوتوماتيك. ولكن في هذا الوقت الحالي انا خاوف على الجزائر، ربما يقسمونا الجزائر صندوق النقد الدولي، يقول لك يعني الجزائر كبرى كما السودان، الصحراء بوحدها، الناس بوحدها، القبائل بوحدهم، اللواس بوحدهم. ربا انا خايف على المجال كذلك الجيو استراتيجي. بو نظن درنا الغلطات. من المسؤول على الغلطات سي مبتول بصراحه؟ درنا كاع مسؤولين الجزائر، حتى انا وانت. لا مسؤولين، خاطر الجزائريين
ربما الثروه تاع المحروقات ما توزعتش بالعدل حقيقه، كان داو اكثر من الناس. ولكن الان صرينا كما التيتانيك، تعرفون التيتانيك كاع الجزائريين استفادوا، انا كاع نشطحوا والبحيره راه تغرق، كل الجزائريين استفادوا، كل الجزائر. طيب ها اللي يقول لك ما تكلمش، وليس اللي يقول لك لا علاش هذا مستفيد. لا لا الجزائريين شحال اللي مدوا المساكن باطل، هذه ما كانش كاع في العالم يعني مستفيدين. هو كان دي يخلص الاجور بدون انتاج وانتاجيه، مستفيد مستفيد كاع الجزائريين تفادوا. ولكن كان لا اكثر مخور، ولكن باش واحد يقول لي الان يعني ما كانش واحد اللي نورمالمون يخدم 3 سوايع يخدم 3 سوايع، هذا مستفاد ولا ما تفادش؟ تفاد. طيب هذه المواضيع كلها لازم تكون مثلا في هذه الندوه، لابد يعني يكون تغيير جذري باش الندوه تنجح. انا نقول لك باش تنجح الاحزاب ماشي في الجزائر، الاحزاب ما بقاش عند الشعب ما راش يصدق فيها، ماشي في الجزائر، ما في اوروبا، في الولايات المتحده، الاحزاب يقول لك الشعب ما ننتقوش فيهم. يعني لابد يدخل بالقوه المجتمع المدني بالشبكات. ما انا تكلمت مع الوزاره الخارجيه قلت لهم يعني النظره تاع الخارجيه مبنيه الان في القرن 21 على الشبكات، الشبكات لي ريزو لي زوينجي، المجتمع المدني. غدوه الوزير يروح يبقى يعني لي ريزو. يعني لابد يدخل بالقوه المجتمع المدني، ولكن ماشي المجتمع المدني اللي عايش بالريح، فهموا مليح، اللي يجي باش يصفق الى جبنا الناس باش يصفقوا. هذه الندوه ما تنجحش. يا كات بيليي دو لا، هذا كيما كتبت، يا دابور لا ريفونداسيون دو ليتا، نعم il faut refondre l'état. Le deuxième élément c'est la démocratisation. ولكن ديمقراطيه ماشي ديمقراطيه تاع الغرب، واحد اقتصادي مشهور بري نوبل هندي سنت قال لك الديمقراطيه تتمشى مع ثقافه كل بلاد، كل واحد عنده الثقافه الخصوصيه. لو تروازيام اليمون سي لي ريفورم ايكونوميك، اصلاحات اقتصاديه. هذه اصلاحات اقتصاديه واجتماعيه لابد نحاربوا البيروقراطيه، لابد يكون تغيير تاع المنظمه المصرفيه، لابد المنظمة التربوية تتمشى مع المحيط. طيب. والعقار القرن 21 واش مبني؟ مبني على ركعتين، مبني على الحكام الراشد وعلى الكفاءة. البلدان الجزائر إلى ما راحت الحكام الراشد وركزت على الكفاءة ترجع بلدان فقيرة. طيب قلت الآن أنت المواطن والشعب الجزائري لا يثق في الأحزاب، لكن كذلك حتى في السلطة هو لا يثق. الآن فيه إشكال، احنا على موعد الاستحقاقات الرئاسية، الرئيس المنتهية ولايته مترشح، وزيره الأول يقول للجزائريين حذاري وجاية سنوات صعبة ونحن في منعر الجهنمي والموس وصل العظم، ثم مدير حملته يجي ويقول ما فيش أزمة، ما تخوفوش الجزائر وعدنا الوقت وفيه الإمكانيات وإلى غير ذلك. يعني أفهم أنت بين صوتين. لا 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 لا، أنا كنت مباشرة مع صديقي عبد الملك سلال، ما قالش هذا الكلام، ما قالش هذا الكلام، ما نخوفوش الجزائريين. كي نشوف يعني من بعد التلفازات في الخارج كذلك، ما نذكرش التلفازة هذيك معروفة، يقول لك رانا في الكارثة. لا ما راناش في الكارثة سي محمد، ما قبل الكارثة. لا ما عندناش في الكارثة، الجزائر ما راش فلسة، ما راش فلسة. يعني كي يكون مظاهرات يعني نفرح، يعني كي يكون مظاهرات يعني يبين المجتمع راه حي. انا شفناها في فرنسا افيك لي جيلي جون. لابد يكون تغيير سياسي كاش يعني هذا المظاهرات، يعني نسمعوا لبعضنا بعض، الجزائريين يسمعوا بعضنا بعض. واحد ما يملكش الحقيقه، واحد يقول لك الملك الحقيقه، نقول لك على الكلام تاع يعني واحد فيلوسوفي كبير،
وهذا قالوها يعني فلسفة العرب كذلك ما ابن خلدون بكري الفلسفة العرب فولتير قال لك مسيو جو نسوي با داكور افيك سكو فو ديت مي جو مي باتري دو توت مي فور بو بيسي لو دير لابد ان نسمعوا بعضنا بعض. الشباب ما عندهمش النظره كما انا اللي راني عندي 70 سنه ما عندوش ليدر الثوره الجزائري. شباب شباب الشباب هما المستقبل تاع البلاد ونسمعوا لهم. نظن عندهم نظره اخرى رغم لي ريزو سوسيو دروك ما تقدرش تكذب بهذاك. نمد لك مثال ودخلت يعني ومسؤول تاعي الكلام تاعي يخصنا نقولوا الحقيقه. واحد الوزير يقول لك يقول لك رقم عجيب يقول لك ان الصادرات خارج المحروقات 3 مليار دولار في 2018. انا درت الحساب جبرت 75% المواد خارج تاع المحروقات صافي دير في نهايه 2018 600 مليون دولار فقط. هي كاش تقول هذا الرقم وتغلط يعني السلطه العليا للبلاد. يعني لابد أن نقول الحقيقة العيب يعني وزراء يغلطون السلطة العليا للبلاد. كان كاين الوزراء يعني يفل فيغ بليزير اون جون يفل بيغ بليزير وا نو ماشي با يلو فون اكسبري ولا جو نسي با ولا عندهم ما عندهمش الثقافة ولا المستوى يعني الثقافي ولا هذاك. مي الناس سمبتول من عينهم هؤلاء من اختارهم؟ نو هذه من عينوا رواحهم؟ با ما عينوش رواحهم ولكن نظن المستقبل تاع هذا الندوة لابد يكون كما قلت انت سابقا لابد يكون يعني الان كان مؤسسة تاع مراقبة تتناقض بعضنا بعض. لابد نجمعوا هذه المؤسسات تاع المراقبة ماشي كل واحد يتناقض على اخر ويدافع مصالح خاص. كذلك لابد نمدوا دور هام البرلمان يراقب ويراقب يعني اللي احسن وعنده الفعاليه الراقب الشعبوي. لابد سي وهذا يطرح الديمقراطيه. لابد يعني نسب وهذه نمد النقطه مهمه لابد يكون يركز عليها الندوه الروح يعني التسيير غير مركزي غير مركزي باش يعني نقربوا المواطنين مع الدوله. سي مبتول رجاء استسبحك لكن هذه الكلمه سمعناها كثير سمعناها في 2011 و12 و17 و19 الا مركزيه والاصلاح. حتى كلمه اصلاح اصبحت تزعج البعض لما قال تعالوا الى اصلاحات الناس تمل يعني لانه هذه الاسطوانه صارت تتكرر. اللا مركزيه نسمعوها كل يوم يعني من الرئيس الى الوزير الاول الى وزير الداخليه كلام في كلام في كلام. لا ماشي كلام ميدان. لا لا كان يعني اجراءات لندات غير مركزيه. انني عاقل هذه 4-5 سنوات كنت ندير 300 كيلو باش نجيب النكوه تاعي. Il y a eu des choses qui ont été faites quand même dans le truc des passeports, des cartes grises, le biométrie. Non, mais c'est très important. Non, c'est très important le mouatenin parce que عنده تعطي على الاقتصاد. انا كي نسمع في خدمتي ونمشي ندير 400-500 كيلو وندير لا كو وهذاك. بون لابد غير مركزيه سافيغ لا ديسونتراليزون سينيفي با لا ديكونسنتراسيون ماشي المشاكل تاع العاصمه نرجع المشاكل تاع هذاك. انا اقترحت يعني يكون غرفه جهويه يكون 4 مناطق ربما الشرق الغرب الشمال الجنوب يعني يلم البنوك المقاولين خواص وهذاك سكون ابل دي شامبر ريجيونال. Et je souhaiterais qu'il y ait un gouverneur, 4 gouverneurs, etc. Et les Wali ou Hadouk, c'est des managers. Des managers. Bon, il faut revoir l'architecture. Nous, le Moussib, nous avons eu l'idara française.
احتفظنا بها. وطبقنا الجزائر ما تمشات. النهار اللي رئيس ساركوزي ومد لي يعني المقال تاعو ترب يعني الجاكيطه اللي هذاك، قال له لابد فرنسا تروح لغير مركزيه. الفرنسا هي عاد مركزيه، يعني العقلية البيروقراطية في فرنسا ما زال هذا المشكل. هذا المشكل وحنا رجعنا جايبنا. البلدان الكبرى غير مركزية شكون هي؟ الولايات المتحدة، سي دي غوفرنور، لي لاندير المان، لي كونتون سويس، لي تروك بلجيك، لي لا شين سي دي ريجيون، لا روسي سي دي فيدراسيون. دونك الى حبينا تنجح هاد الندوة، عندك الحق بزاف الكلام، عندك الحق هذه ما موافقك. بزاف الناس ما بقاش الثقه، يقول لك يديرها مش يديروا على الندوه وباش يغطيو الشعب الجزائري سيهتم. لا والله سيهتم بهذه الندوه، تعتقد الجزائريين سيهتمون؟ قال والله ندوه سنجتمع فيها لا لا لا، يكون يعني في هذه الندوه يا دي كوميسيون اي دي كوميتي دو سويفي pour arriver à l'opérationnalité. Il a باش نجتمعوا ونشربوا الماء ونصفقوا، هذه ما عندها تفاعليه. طيب. لابد واحد ما يكونش عنده نظره سلبيه على هذه الندوه. على اهلي راه عندك خاطر بو الجزائريين ما بقاوش يثيقوا في السلطه تاعهم. نعطيك مثال سي مبتول باختصار فقط، طبعنا النقود وقلنا انه سوف تكون لجنه تتابع. طبعنا لكن ما فيش لجنة تتابع الآن. 52 مليار دولار طبعناها من نقود نعيش منها بدون متابعة. مثال على اللجان. أنا النهار اللي شاوروني السلطة العليا للبلاد على تمويل غير تقليدي، راك تتكلم على التمويل غير تقليدي، قلت لهم لابد يكون أجنة مستقلة على الخبراء تتبع هذا لهذاك. ما تبقاش هذه غلطة. نظن أن هذيك غلطة. خطر النهار الأول اسمع لي على كل حال، الوزير الأول الحالي سيبتول سنواصل اسمح لي لكن فاصل قصير احتفظ. لا اسمح لي فاصل لازم نروح الفاصل. لا اسمح لي فاصل ونواصل سيبتول باختصار. فاصل ونواصل البلاد اليوم. أهلا بكم إلى البلاد اليوم، دائما مع الخبير عبد الرحمن مبتول، وهو خبير اقتصادي. كنا نتحدث الكثير من الأمور الاقتصادية في الشق المالي كدليل على أننا كلما أعطينا الموضوع للجنة ذهبت. كانت فيه لجنة يفترض أنها تتابع وتعطينا مستجدات حول عملية طبع النقود، حديث أننا وصلنا إلى 52 مليار دولار بالمقابلها من الدينار مطبوعة، وهذه كارثة. لا واحد ما يقولش كاركتر، واحد يوزن الكلام تاعو. نظن تمويل غير تقليدي الى راح القطاع اللي خلق الثروه دائمه للبلاد ربما عنده تعطير سلبي في المدى القصير ولكن تعطير ايجابي في المدى المتوسط. الى هذا التمويل غير تقليدي يروح الاجور والقطاع غير اللي ما تقلقش الثروه دائمه للبلاد، على عامين ثلاث سنين يكون معدل تضخم. الفنزويلا بدات هكت، بدات يعني بشوي، ومن بعد ما تحكموش في التمويل التقليدي راهم يعني المعدل تضخم 1000%. صحيح. هذه يعني لابد، انا نهار اللي كما قلت سابقا قلت لهم لابد يكون الأجنة غير حكومية، يكون الخبراء هي اللي تتبع يعني هذا. ما عملوش الرأي، ولكن في البداية الوزير الأول الحالي قال لك يكون الأجنة، ومن بعد ما داروش هذه الأجنة. هذه في النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين كذلك نهار القانون المالي التكميلي 2009 خلقوا المادة 49 و51. أنا دخلت خاطر ما نقدش نتناقض مع كلامي، خرجت في الصحافة في التلفزة وهذاك، قلت لهم يعني هذه المادة 49 و51 ربما تطبق القطاع استراتيجي، وفي القطاع غير استراتيجي يكون مينوريتي بلوكاج على 30%. هذه ما كاينش حتى في الصين.
ما كانش في الصين با نضل ونقطعوا واش هو قطاع استراتيجي واش هو القطاع غير استراتيجي. نمد لك مثال في الستينات في البلدان الأوروبا اتصال كان قطاع استراتيجي، الان ما راش قطاع استراتيجي. با نضل ما نمسوش يعني في الوزاره الدفاع الوطني بعد السوناتراك، والسوناتراك يعني الاحتياطات الكبرى، وربما نتكلموا على تعديل القانون تاع المحروقات لابد يكون يتغير، والقانون تاع المحروقات يعني طبق المادة 54 على لافال لي كاناليزاسيون سبت في كل مطاع وعلى احتياطات مام صغيرة. نظن ربما حاسم سعود حاسر مل حاسي طويل الاحتياطات الكبرى دي قدام الحدود الليبيا هذه يعني ما نمسوش هذه ملك تاع الشعب الجزائري المادة 64، ولكن الاحتياطات الصغيرة ربما يعني نشوفوا على سرعنا ووضعنا هذه القاعدة ما درناش حصالات هذاك. الآن الكلفة بعد المشاريع الجزائري تحمل بها بول أجنبي يصفق، هو ماذا به يصفق يقول لك يعني أنا نحول رأس المال تاعي نحول رأس المال، ولكن باش تصدر في الخارج هذه القانون ما نظرش على السوناتراك خاطر القطاع المحروقات خاص، ولكن من بعد المواد ما تقدش تصدر في الخارج. كانت 700 شركة تجنا عالمية لتتحكم في السوق، هضروا على السيمان. Siemens, pourquoi Lafarge exporte ? Parce que c'est une filiale où Lafarge contrôle toute l'Afrique de l'Ouest. C'est normal. C'est une filiale en Zazaïr, où il y a les filiales en Afrique de l'Ouest, et c'est c'est tout à fait normal. ولكن كان حاجة أخرى، واحد مقاول في البلاد نتحكم هذه الشهر الدخل قال لك يعني ليسونس والنقل يقام لي غالي على الصدر يكون نروح لموريتانيا. صحيح. خرجت في التلفزة تاع البلاد هذه شهر قال لك سا روفيان بوكو بلو شير لو كو ديسونس اي دو ترونسبور ك مون بروفي ك بور لا موريتانيا سي ان بيي تري بوف. سي فري كي نصدروا ولكن هما فقير ما نقدوش يعني هذاك الجزائر باش تقدر تصدر بالقوه لابد يكون شركه ربح مع يعني شركه اجنبيه كبرى اللي تتحكم في السوق العالمي. هذه القاعده 51 49 التي يشتكي منها الكثير، ان الاوان ان نتخلى عنها بهذه السهوله؟ لا ماشي نحدوا واش هو القطاع استراتيجي والقطاع غير استراتيجي. إلا ما حددناش ما نقدوش نروحوا بعيد. كي نحدوا واش هو القطاع استراتيجي هو القطاع غير استراتيجي، نقولوا هذا القطاع استراتيجي تطبق المادة 51 49. القطاع آخرين باش نا ما نخليهمش 100% للأجنبي مثلا؟ نا نخليو 30% لا مينوريتي بلوكاج، يكون قطاع خاص ولا قطاع عام. باش ما نسمعوش لهذاك الشريك الاجنبي يتحول بسهوله. اون مي سكون ابل لا مينوريتي دو بلوكاج دو 30%. هذه هي ما ندولوش 30% تكفي. وا 30% تاع لا مينوريتي دو بلوكاج. بون قطاع يعني بسيط نقدروا نخليوه يستثمر 100%. يدبر راسو يجيب راس المال تاعو. ماشي الحكومة الجزائرية والبنك المركزي تمولوا. بون يا تخوا سيغمون، القطاع استراتيجي، القطاع يعني حساس ولكن غير استراتيجي ونديروا لا مينوريتي بلوكاج 30%، والقطاع البسيط نخليه هو يجيب راس المال يربح ولا يخسر. احنا ما نمولوش بالعملة الصعبة. لابد ان تمشاو مع التحولات الاقتصاد العالمي باش نجروا يعني. انا نمد لك مثال من الوقت اللي درنا القانون تاع المحروقات تاع فيفري 2013 ما جريناش لا جنب، ورانا في المنافسه. واحد ما يعيش في الخيال. الوقت اللي نتكلم معك في البلاد، الوقت اللي نتكلم معك بالبلاد، السوناتراك هي الجزائر والجزائر هي السوناتراك. 98% مباشرة وغير مباشرة تاع العملة الصعبة داخل ما جا من السوناتراك، واحد يكون واقعي. بون
المستقبل تاع الجزائر يا ترى كاش نفوتوا مع هذا الاقتصاد مبني على الريع، الاقتصاد خارج المحروقات صار متنوع، ولكن هذا مرتبط مع الإصلاحات. طيب البعض يقول لك هذه سيادة في الاشتراكيين في الجزائر وغير ذلك، وحتى في التجمع الوطني مثلا هو الذي اقترح تقريبا الفكرة، أحمد ويحيى، وإلى وقت قريب سيوسف يوسفي كان متمسك وقال والله هذه مادة نتمسك بها. فجأة قبل موعد الرئاسيات بشهرين قال لك والله ممكن نراجعها. البعض يخشى أنه والله مسألة ضغوط من الخارج، قال أنه رخص الاستيراد ألغيناها، كذلك نوع من التنازلات، لأننا الآن في مرحلة ضعف اقتصادي. لا لا، قانون ماشي قرآن، يتمشى مع التحولات. الغلطات تندار، ما نساوش هذيك المادة اندارت كي كانت الوقت الأزمة المالية، والجزائر يعني عندها لافوبي باش ما ترجعش يعني للصندوق النقد الدولي تاع 1994. بون درناها هذاك الوقت، ولكن لابد الآن الحكومة تقول يعني دير حصالة، يعني الإيجابيات والسلبيات تاع المادة تاع 40 و51. يا با يو دو بيلون، ماناش عارفين هذاك. جبنا من بعد الشركات هذاك، ولكن يا ترى من 1900 كي درنا هذيك المادة، واش هو الهدف تاعها؟ باش نهبطوا الواردات. الواردات ما هبطتش، ما هبطتش. كي درنا لي ليسونس دابورتاسيون هبطت الواردات. الآن داروا احصائيات الونس بين 2017 و2018 هبطت 300 مليون دولار. لا شيء، لا شيء. ولكن انتم الصحفيين تغلطوا، كاين خطر ماشي العيب فيكم. ها كي تقولوا يعني الواردات على السلعه 45-46%، ولكن تنساو حاجه مهمه مهمه جدا. الجزائر بين 2010-2018 سنويا الخروج تاع العمله الصعبه تاع الخدمات بين 10-11 مليار دولار. الخدمات لي سيرفيس تابدير لي سيرفو، هذا نرجعوا على المنظمه التربيه، خاطر البلدان اللي ما تحافظش على الكفاءه نتاعها ما عندها حتى مستقبل. هذه نعملوها. طيب بعض الاجانب كان يقول لك فيه استثمارات اجنبيه الان، تركيه، صينيه، ممكن حتى هنديه في الجزائر، قال لك المشكل ليست 51-49، هذه تاقلمنا معها. قال عندكم في الجزائر مشاكل اخرى في المناخ الاستثماري، في النظام المصرفي، في تحويل العملة إلى الخارج، في الأمور البيروقراطية، في الإدارة، يعني وإلغاء 51-49 ليست هي فقط الحل، في مشاكل لا أخرى. لا لا، عندهم الحق. بون أنا اتصلت مع بعض السفراء كل الولايات المتحدة، أوروبا، والبلدان اللي كان صريح خطر ما عدناش يعني تاريخ معهم. ألمانيا تقول لك المادة 49-50 يعني المؤسسة الصغيرة ومتوسطة فقط، ما تجيش يعني الصغير المؤسسة الصغيرة ومتوسطة إلى خدتو المادة، ولكن ما تكفيش كنت نحيو هذه المادة. عندك الحق، الجزائر 50% تهريب تاع الاستثمار يكون وطني ولا أجنبي. البيروقراطية، والبيروقراطية مرتبط مع الرشوة، وكاين نقطة مهمة مهمة جدا ما تكلمناش عليهم، توسيع القطاع الموازي، لا سفير انفورمال، السوق الموازي. يعني كاين علاقات بين البيروقراطية، السوق الموازي والرشوة. هذه علاقات إلا ما حليناش المشكلة هادو تاع ثلاثة، ما متنحي المادة تاع 40-51 الناس ما تجيش، الناس ما تجيش. السوق الموازي ما يتحرمش بالقرار بيروقراطي. انا اللي شرفت على الملف المعهد الفرنساوي الدولي ليفري على الملف تاع السوق الموازي، ونشر في ديسمبر 2013، وطرحنا يعني كاش الحلول تاع السوق الموازي. كل الحكومات حبوا يحاربوا السوق الموازي فشلوا، خطر يعني عندهم العقلية بيروقراطية. أنظن بعد أغلبية على المسؤولين الجزائريين بشوف شديد، راه ما عاد عايشين في الأحلام تاع السبعينات،
راهم عاد عايشين بالريح، راهم عاد عايشين بالقرار إداري. لابد يكون تغيير ثقافي تاع المسؤولين باش يتمشاو مع التحولات في الاقتصاد العالمي. وكما تكلمت سابقا قلت لكم الشباب ما عندهمش العقليه تاع حنا الكبار، راهم سوغ لي ريزو سوسيو، راه ما عنده هذاك. لابد تتمشى مع هذه التحولات الى ما حبيت. يعني ممكن الان سياسي يكون صريح من هؤلاء المترشحين راه يقول لك لا احنا ما راش نتقاسم الريع، سنبني من جديد الجزائر. كل واحد يتكلم على تقاسم الريع. لا الان نقول بنينا بالريع. لا لا الان نقد اغلبيه ماشي كل اغلبيه تاع المترشحين نحيو بوتفليقه ونحيو الحكومه نتاعو ونشوف بلاصتهم وحنا نسيروا الريح. هذا هو العقليه تاعنا. هذا هو التغيير. ما هذا هو التغيير تاعهم. ما عندهمش برنامج البديل باش الجزائر كاش تكون الجزائر في 2030. انا تنحي لي بوتفليقه وتجي انت وما تغيرش التنظيم علشان نحي بوتفليقه. مو أنظن هذا هو. يجتمعوا في صالونيات. شفت الناس يروحوا على الشعب يهضروا معاه يشوفوا يعني واش كاسكيل بونس اكسيتيرا. ما كانش سي دي فلاش دافورماسيون. جو سوي كونتر جو سوي منا جو سوي منا جو سوي منا. دونك أنظن كان حاجة مهمة جدا يا ولدي، مهمة مهمة جدا. بدون أمن سورتو في هذا الوقت الحالي، بدون أمن، أمن لا سيكوريتي ما يكونش تنمية، وبدون تنمية ما يكونش الأمن. خطر رأس المال اللي تصرف عليه الوزارة الدفاع الوطني محدود في الوقت. خطر كل هذا رأس المال ما يروحش للتنمية. باش يكون امن لابد المجتمع هو يدخل. فو لامبليكاسيون دو لا سوسيتي سي لا سيكوريتي لا بلوز امبورطون بور ان بيي. انظن في هذا الوقت، في هذا الوقت سي بور سا كو انظن لا كونفيرونس جو روفيان لا كونفيرونس سي مون بوان دو فيو الندوه التي سوف تكون بعد الرئاسيه ان توت اوبجيكتيفيتي. انا نفضل مصر عليا للبلاد وعندي النظر تاعي والناس اللي ما ماشي بالنظر تاعي يعني نحترمها. الندوه التي ستعقد ان فاز الرئيس المترشح. لابد انظن الوقت الحالي لابد نروحوا الانتقال، انتقال ولا باش يعني نحافظوا على الامن. انتقال، فتره انتقاليه انظن سياسيا ام اقتصاديا. سياسيه واقتصاديه نعم لي دو. فوكو لا كونفيرونس سي كوم سا يفو كو سوا اون بيريود ال ديفيني لا بيريود دو ترانزيسيون بو كو لي شوز سوا كلير سينو الناس ما تجيش. الناس ما تجيش بون ويعني المعارضه والسلطه يتفاهموا بعضهم بعض. ولكن كما قلت لك سابقا انا ما نتكلش يعني على الاحزاب، نتكلم على المجتمع المدني. الا المجتمع المدني ما دخلش بالقوه في هذه الندوه. موجود عندنا مجتمع مدني كاين مي سي ديسباراتي سي با اورغانيزي. لي جون كو تو فوا افيك دي بانكارت اكسيتيرا يفو لي اورغانيزي. اعتقد سي مبتول لما نقول اجتماع او مجتمع مدني او التنظيمات المدنيه تعرف اتحاد النساء، اتحاد العام للعمال الجزائريين، اتحادات، وتعرف الديكور كيفاش يكون. هذا هو المجتمع. لا 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 هذا لا الذي لا نعمل به لا 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 يخص الوزارات الداخليه تتدخل. C'est tout à fait normal hein, que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise hein, dans tous les pays du monde. تضامن والنساء ومربين النحل. نعم ماشي هذا. هذو راه منظمين هذو هذا مؤسسة استقلال وما نعرفوهم. ولكن أغلبية تاع المجتمع المدني ما راش منظم. وهذا يبين لنا لماذا الناس ما تصوتش تكون في انتخابات. بون هذيك ما نتكلش على هادو اللي عايشين بالريع. الجزائر بلاد كبرى
والمجتمع المدني يعني ما منظمش سي ديسبارات سي دي اي سي دانجورو ميم بور لو بيي باسكو يبوف يتيتوليزي ا دي فان دو ديستابيليزاسيون دونك لا بوتان نظم ونشجع ما يطلبوش حاجه كبيره Il demande peut-être un petit local, une petite subvention, là, quel est le truc. Mais le métier d'Aïmen avec les subventions, là, avec les Narvam. Qui m'a dit, c'est un Sabir. Voilà. Donc, il y a un Aïkoun Adna Nadra, Okhra, تاع المجتمع كاش ننظموا المجتمع المدني الجزائر تاع 2019 ماشي الجزائر تاع 2000 ولا 2065 صحيح هاي هي هذاك يكون عندنا نظره وما نزيدوش انا باش الكلام تاعك اللي قلت قبيله ما نخوفوش الناس ما نمدوا الامل باش نمدوا الامل للناس لابد نقولوا لهم الحقيقه يعني ما يكون عندنا لا نظرة سلبية لا نظرة إيجابية 100% أنا نقول لك اقتصادي لجيري ني با او بور دو لا فايت اكتوالمون كونترارمون سكو لي جون ديز سي ني با فري سي دو لا ديستابيليزاسيون بون حالة صعيبة حقيقة صعيبة واحد يقول حقيقة كما قلت سابقا الاحتياطات الصرف الخارجي فاتت من 1994 مليار دولار في النهاية 2013 راها في النهاية 2018 98 يعني مليار دولار إلا زدنا في هذه الحالة وما غيرناش يعني سياسية رايحين صندوق نقد دولي أنا نقولها لك وهذه الخطرة مانيش عارف واش ماشي يسرى واحد ما يتمناش أبدا أكيد الجزائر تروح صندوق نقد دولي واحد طيب سي مبتول من بين النقاط والمشاكل اللي ربما أنت متفائل بهذه الندوة قد تكون عنصر لأننا لا نتفق عليها ومسألة الدعم الدعم الذي تخصصه الحكومة للكثير من المواد الآن فيه تلميحات أحيانا نراجعه لن نراجعه ربما بعد الرئاسيات تفتح كورشة هذا الموضوع لا نتحدث عنه دون شعبوية ودون فكر الريع أن نقول للجزائريين بأنه ينبغي أن نتحول مستقبلا إلى مراجعة هذا الدعم حتى الحكومة أحيانا تتحدث عليه ثم تنساه ثم تعود لتتحدث عليه من جديد لا والله العظيم هذا الكلام تاعك سابقا كان اقتراحات ولكن ما تطبقتش صحيح انا اللي شرفت على الملف تاع العقود للحكومه في 2008 مع مكتب دراسات امريكي الراسو وانا اللي قدمت يعني هذا الملف للبرلمان المجلس الاقتصادي تاع البرلمان في 2008 وقلت لهم لابد نروحوا يعني التدعيم يروح الفئات الضعيفة هذاك الوقت نقول لك شكون اللي عطر هذاك الملف الحزب تاع الوزة حنون عطل منع منعنا دارنا حالة في البرلمان كنتوا ماشيين باش تنحيوا الدعم كليا ولا حددتوا الفئات يروح للفئات الضعيفة كيف نحدد هذا الإشكال؟ من هو الضعيف في الجزائر؟ هذاك الدراسات اللي شرفت عليها صفت يعني خبراء الماليزيا وماليزيا تحكمت يعني في التدعيم يعني لابد نحاربوا البداية ندخلوا بشوي بشوي السوق الموازي للسوق الحقيقي باسكو هذا هو المشكل الكبير الثاني يكون عندنا اعلام دقيق شكون هو فقير وشكون هو غني طيب لماذا مساله السوق الموازي لانه احيانا واحد هو خدام واحنا حاسبين مش خدام لا هو عنده الاجور وزيد الدعم عنده الدخله وربما الدراسات اللي درنا الازمه تاع السكن هي اللي يعني تجمع العائلة خاطر كي تكون في قلب الفاميليا تخلصوا رواحكم الإلكتريسيتي الماء هذاك غدوة كون كل واحد يكون عنده السكنة بين 5-6 ملايين شهريا نت ما تكفيكش صحيح الآن سكي يفيت أن بو لامبلوزيون سوسيال
سي لا كريز دو لوجمون سي غدوه كان يحلوش المشكله تاع السكن وما يحلوش المشكله تاع الاقتصاد انا رايحين في انفجار اجتماعي صحيح بدون شك هذو الناس غالطين كي يقول لك يعني نوزع السكن وهذاك هذاك اللي يسكن بوحده يعني عائله جديده عائله جديده بوحده تكاليف جديده لابد يكون عنده يدخل كي يكون يعني مع الشيباني وخوتك وهذاك بكم ربما كل واحد 5-6 ملايين 50 مليون تقدروا تعيشوا ولكن كي تكون بوحدك سي با باغي بون يفو وقلنا يعني كي يكون يعني اعلام دقيق نشوفوا يعني شكون هو الفقير وشكون هو الغني ويكون توزيع بدرجه وكذلك نقدروا ندعموا ولكن في الوقت مؤقت القطاع اللي نحبوا نسجعوا 3 سنوات 4 سنوات ومن بعد براسك تدخل المنافسه هذه كل بلدان يديروها وكذلك يكون تدعيم جهوي كان منطقه فقيره وكان منطقه يعني غنيه يفو كي دي ترانسفير سوسيو انتر ريجيونال عمل كبير درنا هذيك الدراسات وهذاك انظن ما نقدوش نزيدوا بعيد ما نقدوش نزيدوا بعيد لابد هذا الملف تاع التدعيم خاطر الى زدنا في هذه الحاله نمد لك الرقم الرسمي تاع الحكومه استهلاك داخلي تاع الغاز يكون اكثر من الصادرات الحاليه راه يقولوا بين 2030 60 مليار متر مكعب اكثر من الصادرات العاليه انا نصدروا بين 53 54 مليار متر مكعب وما نقدوش يعني نوفروا يعني هذاك هذه مرتبط مع انتقال تقاعد وهذه يعني تسمح لها لكل حال انا عيني السيد الرئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه ونشكره على التعيين على كل حال الندوه دايره ماشا تندار في مارسيليا في 24 جوان 2019 بين الدول يعني وندوك لي 5 بلس 5 مجموعه 5 جماعه 5 5 البرتغال اسبانيا فرنسا ودخل كذلك المانيا والمغرب العربي وجزائر يعني راه ماشا يعني شرف كبير يعني تشرف على الملف تاع انتقال التقاعد وانا اللي نشر جو في سي مو كي في بريزيدي لا كوميسيون ترانزيسيون انرجيتيك ونذكروا يعني هذا انتقال التقاعد يمس كذلك المنطقه ونروحوا كذلك ربما لافريقيا ربما الانتقال التقاعد لابد نروحوا من الجزائر يمس الجزائر الفعاليه التقاعديه ما نقدروش نزيدوا نبنيو كما بكري كاتر كنت تبني كما بكري خاصك ان كليماتيزور بار بياس لابد نروحوا كما قلت انت التدعيم يروح الفئات الضعيفه لابد نروحوا كذلك الطاقه المتجدده نظن هدف استراتيجي وربما اللي لا نروحوا للطاقه النوويه بالعقلانيه شكرا لك سي عبد الرحمن مبتول الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك معليش كلمة ختامية يلا باختصار في 10 ثواني أنا نظن نشكر تلفاز البلاد على هذه الدعوة ما عنديش نظرة سلبية على المستقبل تاع البلاد أبدا واحد واش يتمنى ما نروحش للصندوق النقد الدولي ما كانش وطني اللي يبغي الجزائر يقول لك نروحوا للصندوق النقد الدولي أنا نطلب يعني هذا الندوة اللي طرح عليها السيد الرئيس إلا انتخبوا عليه هو يقول لك إلا انتخبوا عليه ربما يجي واحد أخر عندك شك با أنا ماشي على ذلك أنا مع عبد العزيز بوتفليقة بون هذه معروف ولكن إلا جا واحد أخر نتمنى يدير هذه الندوة ماشي السيد الرئيس المترشح نتاعنا نتاعي ماشي نتاعنا خاطر نتاعنا سافو دير تو الموند يفو ريسبكتي لا ديفيرونس هذا هو ونطلبوا الخير للبلاد ان شاء الله وانتم شباب انتم المستقبل تاع البلاد التوفيق وللمترشح تاعكم شكرا شكرا لك سي مبتول وشكرا لكل من شاهدنا الى اللقاء